اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطيه الخاصه. تزوجت النجمه جينيفر لوبيز من النجم بن افليك في حفل بمدينه لاس فيغاس الامريكيه هذا الشهر بعد ما يقرب من 20 عام من الغاء حفل زفافهما الاول، وهذا الحفل كان بمثابه لحظه شعور بالرضا، حيث اثبت الثنائي القول المأثور القديم بان الحب الحقيقي يستحق الانتظار، حيث أنها احتفلت بعيد ميلادها 53 بعد حفل زفافها بساعات ومع الرجل الذي تسميه صديق الروح. ولكن لم يكن زواج جينيفر لوبيز من بن أفليك هو الأول في حياتها، حيث أنها تزوجت للمرة الأولى من أوجاني عام 1997، والذي يعيش اليوم في عالم بعيد عن بريق أضواء هوليوود. هذا الرجل أخبرته جينيفر لوبيز أيضا فيما مضى أنه الرجل الذي أرادت تقضي الحياة معه إلى الأبد، حيث كان في الحقيقة واحد يعني ضمن ثلاثة أزواج وخمسة ارتباطات. وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن أوجاني البالغ من العمر اليوم 48 عام نادرا ما يتحدث عن علاقته القوية والعاطفية مع جينيفر لوبيز، وعلى الرغم من أنهما انفصلا في عام 1998 إلا أنهما بقيا أصدقاء لسنوات عديدة بعد ذلك، لكنه يتحدث علنا الآن أنه لم ينسى الحقيقة من فكرة أنه الجرسون المفلس الذي هجرته النجمة بعد عام من الزواج. بيقول وهو جالس في بهو فندق في ميامي على بعد 45 دقيقة بالسيارة من منزله في جنوب ميامي: لقد كنا معا بشكل رومانسي لمدة عامين، لكن صرنا أصدقاء لما يقرب من عقد من الزمان. ويقول أيضا تقرير في يعني إحدى الصحف البريطانية أن أوجاني التقى بجينيفر لوبيز عام 1996 بعدما وصل في 22 من عمره إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني قبل 7 سنوات، بعد أن قام برحلة محفوفة بالمخاطر بطول 90 ميلا من كوبا إلى فلوريدا مع 6 من أصدقائه على متن قاربة للنفق بطول 6 أقدام. ويقول الرجل: لقد كانت معجزة أننا نجونا من العبور. كما تحدث أوجاني عن علاقته أو عن علاقة بن وجينيفر، وأيضا قال: أتمنى لها ولبن الأفضل، لكنني لست مقتنعا بأن ذلك سيستمر. جن بتحب أن تكون في حالة حب، لكنها خطبت 6 مرات وبن هو الزوج رقم 4، وكنت الزوج الأول، وقالت لي أنني حب حياتها، ففي ليلة زفافنا قالت أننا سنبقى معا إلى الأبد. ويستكمل أوجاني حديثه حول علاقته بجينيفر لوبيز بعد غسل السيارات في شوارع ميامي الصعبة: وجدت عملا وهو غسيل الأطباق في إحدى المطاعم، كانت ميامي بتنبض بالحياة وعملت جاهدا. وحسب التقرير ففي 28 من عمرها كانت الممثلة بالفعل من المشاهير. وتابع أوجاني قائلا: لم يكن لدي أي فكرة عن هويتها، نظرت أعيننا إلى بعضنا البعض واعتقدت أنها أجمل امرأة رأيتها في حياتي، كانت مع صديقتها في ذلك الوقت، لقد عادوا في هذه الليلة وكانت جينيفر في الحانة ولقد أغرمت بها من وقتها، حيث كانت ترتدي قميصا وسروالا أبيض، وأتذكر أنني كنت أعتقد أنها تتمتع بأفضل جسد رأيته في حياتي. وأخبرتني لاحقا أنها عرفت تلك الليلة أنها ستتزوجني، ومن هنا بدأت الرومانسية بيننا ثم الحب الذي أدى للزواج. ويعتقد أوجاني أن جزءا من جاذبيته بالنسبة لجينيفر لوبيز هو أنه لم يكن يعني مندهشا بها، قائلا أنها كانت فتاة تقليدية وأنها بتنحدر من عائلة متواضعة وأرادت شخص يحميها، شخص سيدافع عنها، لقد وقعنا في الحب تماما. دي كانت تفاصيل هذه التغطية، بشكركم شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.